نحب نتشرف ريحان اسمع لمسمى ميرسي ويعيش من سما يا اسمع لمسمى ميرسي ويعيش من سما. عايز اتكلم على ظاهرة طالعة في وسط الفن عجباني قوي. مين؟ شريهان. ايه تقييمك لها؟ البنت دي كويسة قوي، موهوبة فعلا. هي بدأت معايا في مسلسل كان انتاج والدتها الله يرحمها. نعم. كان اسمه دعوني اعيش. نعم. انا بشوف بنات بيمثلوا معايا من دورها يعني او اكبر منها شويه، ان هي تكاد تكون اصغرهم سنا، بيحطوا جليسرين. انا عمري ما شفتك يا شريهان بتحط جليسرين. تقول لي يا طنط انا عايزه اعيط. تقول اعيط يا شريهان. تقول لي طب اعمل ايه علشان اعيط؟ كانت تمسك ايدي وادوس على ايدها وقول يا حبيبتي اعيط عشان خاطري، عشان تبقي حلوه، عشان ماما تتبسط، عشان انا احبك اكتر. الدموع في عيني. وبعدين حقيقي بنت موهوبة، مش عايزة مذكرهاش، حقيقي البنت تستاهل تستحق. تشوف ازاي المتألقة شريهان؟ يا سلام شريهان. يعني انا يروق لي ان اجيب سيرتها حتى ولو من غير مناسبة. تمام. نعم. هي اشتغلت معايا مسرحية سكر على بلادك وكانت لسه صغيرة 16 سنة. تمام. يعني كانت طفلة يعني. هي سكر بنتك فيها سناء يونس؟ فيها سناء يونس وفيها شريهان وفيها إجلال زكي وفيها سناء يونس دي اللي قالت لابوها ايوه يا اخويا. طب هي يعني ايه مالها؟ ليه منعوها؟ ما هو الروايه اتصورت وفضلت في الرقابه 7 سنين لغايه ما اتعرضت. علشان الرقابه معترضه على ان بنت تقول لابوها يا سلام يا اخويا. يا ساتر. في الوقت رقابه ذلك الزمن. ان مفيش بنت تقول لابوها كده يا سلام يا اخويا. امال الرقابه دي لو شافت دلوقتي مش ممكن. اتفضل. نرجع لشريهان. فكانت 16 سنه يعني طفله يعني. طبعا. مامتها بتيجي معاها وكده يعني. نعم. وكانت عايزه تعمل انها كبيره، فكانت كريمه فوق الوصف. يعني لما لو مراتي زارتني في المسرح تقعد معايا وتقعد ترحب بيها وتقعد يعني، فكانت جميله جدا جميله جدا يعني. بين الفصل الثاني والثالث تحس ان الناس جاعت، فتجيب مش عارف بيت فرات وحاجات. فكانت بالنسبه لنا شريان دي الكرم كله، وكانت النسمه اللي في المسرح واللي محسسانا كلنا ان احنا معانا حد صغير ملتفين حوله. بعد ما مر بيها احداث كتير. صحيح. شفتها. نعم. فاتربت في حضني كما لو اني انا ابوها وكنت ضايع منها وقابلتني، فمش قادرة تسيبني، كنت حنينة بشكل غير طبيعي. صحيح. يعني وتقدر انه احمد ده اللي لما كانت هي صغيره كان هو يعني كبير، وزي ما تقول ايه يعني، عارف حد اترمى في حضن ابوه بيقول يا كده يعني. فانا بعتز بيها جدا وبحبها جدا جدا جدا. مش ملاحظ طول ما انت بتتكلم عن شريهان. ايوه. صمتي. مش ملاحظ ان انا ما نطتش بقك وسالتك سؤال؟ مظبوط. لانه انا حسيت انه شريهان نسمة. ايوه. في الوسط الفني. ايوه مظبوط. قيمة يعني. ايوه.